طلابي، الآن ننتقل إلى الجزء الثاني من محاضرة هذا اليوم، وهي بعنوان الكالتشر ميديا، الأوساط الزرعية. بالنسبة للكالتشر ميديا، الأوساط الزرعية أو التسمية الثانية إلها هي الجروث ميديا، اللي هي liquid or gel design to support the growth of microorganisms or cells، فهي عبارة عن مادة سائلة أو جيلاتينية تدعم نمو الأحياء المجهرية أو الخلايا. طبعا there are different types of media for growing different types of cells، تختلف باختلاف الأنواع الكائنات الحية التي تستخدم في تنميتها، لكن يوجد عندنا two major types of growth media. النوع الأول اللي هو cell culture which use specific cell types derived from plants or animals. لازم هذا النوع من الأنواع الأوساط الزرعية يحتوي لي على خلايا، هذه الخلايا قد تكون نباتية أو حيوانية. And microbiological cultures which use for growing of microorganisms. طبعا هذه الأوساط تحوي لي على مجموعة من المركبات والمواد الكيميائية اللي تدعم نمو الأحياء المجهرية، وهسه راح نتعرف عليها، such as bacteria إلى آخره. الأوساط الشائعة اللي تستخدم لنمو الأحياء المجهرية قد تكون نيوترينت بروث أند أجر بلاي. طبعا من أذكر كلمة بروث ما أقصد أنه هذا الوسط راح يكون سائل، أما من أذكر كلمة أجر معناها أنه هذا الوسط صلب، وهسه راح نعرف الفرق بين السائل والصلب في الشرائح القادمة. بعض أنواع المايكرو أورجانيزم يطلق عليها تسمية الفاستيديوس أورجانيزم، الكائنات الشرهة اللي هي ريكواير سبيشاليزايد انفايرومنت due to the complex nutritional requirements. هذه ما تكتفي، هذا النوع من الكائنات ما يكتفي بالمكونات الموجودة في الكلتشر ميديا المستخدمة في تنميتها، وإنما تحتاج إلى مواد غذائية إضافية لتنمية هذا النوع من الكائنات. مثال هو الفيروس. طبعا الفيروس هو obligate intracellular parasite، هو طفيلي إجباري داخل خلوي. And يحتاج لجروث ميديا كونتينينج ليفين سيل، يحتاج الى خلايا خاصه لنمو هذا الكائن. تايبس اوف كلتشر ميديا اكوردنج تو ذير كومبوزيشن، حسب التركيب عندنا الصلد اللي ذكرنا انه هي السائله، عفوا الصلبه، والليكويد السائله، والسيمي سوليد ميديا اللي هو عباره عن اوساط سائله لكن mixed with مادة الأجر اللي هي يتم يعني مزجها هي مادة الأجر بتركيز معين 0.3 to 0.5%. طبعا هذه المادة تنطي صلابة قليلة للوسط السائل، لذلك تكون semi solid media. طلاب، الشكل اللي أمامكم يوضح لكم أنواع الأوساط الزرعية. طبعا هذا الشكل الأول اللي هو الأطباق الملونة بالأحمر والأخضر والأصفر، هذا اللي يمثل لي السوليد ميديا اللي هي الصلبة. إذا تلاحظون أنه هذا الوسط بما أنه هو صلب فلذلك يتم عملية صبه في الأوساط الزرعية اللي هي البتريدش. الشكل اللي أمامكم راح تلاحظون الأجر بليت اللي هو مثل ما ذكرت مشابه لما موجود في الشكل المجاور إلى الصلد. أيضا ممكن أن أصبه بواسطة الطبق أو ممكن أن أصبه باستخدام تيست تيوب حسب طريقة العمل اللي أستخدمه بها. أما هذا الوسط اللي هو لونه أفتح من باقي الألوان هذا هو البروث، هو عملية السائل، هذا إذن الوسط السائل. اللي الشكل اللي أمامكم الآخر اللي هو الأجر بلانت، إذا تلاحظون يوجد الشكل مائل موجود داخل التيست تيوب، هذا هو السلانت، أيضا ممكن أن أستخدمه في أحد الطرق الزرعية. إذا تلاحظون الشكل في الأسفل يحتوي على مجموعة من التيست تيوب مع ألوان مختلفة، هذه فد طريقة عمل لفحص البايوكيميكال تيست المستخدمة في عزل بكتيريا معينة. تلاحظون هنا اللون أحمر، هنا اللون أسود، هنا اللون أصفر، هنا نلاحظ أكو فقاعة أو فراغ في أسفل التيست تيوب. فإذا هذه طريقة الإسلام ممكن أن أستخدمها في مختلف الطرق اللي أبحث فيها عن بكتيريا معينة. Types of culture media according to their nature. أولا عندنا النيوترينت ميديا اللي تعتبر source of amino acid and nitrogen like beef, yeast, extract, etc. This is an
an undefined medium because the amino acid source contain a variety of compound with the exact composition being unknown. Neutrient media contain all the elements that most bacteria needed for growth and are non-selective. It is also known as a basal or complex medium that contain a carbon source such as glucose for bacterial growth, water, various salts needed for bacterial growth. A defined medium, also known as chemically defined medium or synthetic medium, is a medium in which all the chemicals used are none, no yeast, animal or plant tissue is present. النوع الآخر اللي هو المينيمال ميديا. المينيمال ميديا are those that contain the minimum nutrient possible، يعني كمية قليلة من المواد الغذائية اللي موجودة في هذا الوسط واللي تستخدم for colony growth generally without the presence of amino acid. إذا الفرق بين هذا النوع والنوع الأول هو عدم وجود الأمينو أسيد. تحويلي على الكربون سورس for bacterial growth. Various salts which may vary among bacteria species تختلف حسب نوع البكتيريا. Growing addition, these generally provide essential elements such as magnesium, phosphorus, sulfur to allow the bacteria to synthesize the protein. الوسط الآخر هو selective media. Selective media اللي هي are used for the growth of only selected microorganisms. تستخدم هذه الأوساط لتحديد نوع معين من الأحياء المجهرية اللي أرغب في تنميتها. For example, if a microorganism is resistant to certain type of antibiotic, عنده مقاومة لمضاد معين such as ampicillin, tetracycline, then the antibiotic can be added to the medium in order to prevent the other microorganisms organism to grow on this media. من الأمثلة اللي مستخدمة على selective media إيوسين مثلين بلو أجر EMB that contain مثلين بلو toxic to gram positive bacteria allowing only gram negative bacteria for growing. YM اللي هو yeast and mold وهذا الوسط يمتاز بأنه يكون low pH لذلك راح يحدد لنمو البكتيريا. الماكونكي أجر for gram negative bacteria. الهيكتون انترك أجر HE اللي هو selective for gram negative bacteria. مانيتول salt أجر selective for gram positive bacteria and differential for mannitol. النوع الآخر من الأوساط اللي هو differential media or التسمية الثانية اللي هي indicator media distinguish one microorganism type from another that are growing on the same media. يعني أقصد أنمي نوعين من الكائنات الحية على نفس الوسط الزرعي أو culture media. طبعا هذه العملية تتم لملاحظة biochemical characteristic of these microorganisms growing in the same media بوجود الانديكيتر اللي قد يكون مثل red, neutral red, phenol, eosine, مثلين بلو إلى آخره. نتيجة التفاعل اللي راح تحدث بين هذا الكاشف وبين الكائن الحي راح يتغير اللون في جهة معينة وتبقى الجهة الثانية بدون تغيير وبذلك أعرف أنه هذه النتيجة positive or negative لهذا biochemical test وراح أفرق بين هذا الكائن والكائن الآخر. طبعا من الأمثلة المعروفة كdifferential media البلاد أجر. البلاد أجر اللي يحتوي لي على البوفاين heart blood طبعا هذا differential for streptococci. ايضا عندي الماكونكي عندي المانيتول salt اجر ايضا differential. هذه الاوساط تخمر لي نوع معين من السكريات بوجود نوع من البكتيريا ولا تخمرها بوجود نوع اخر من البكتيريا لذلك تكون differential للتفريق بين الانواع البكتيريا النامية في نفس الوسط الزرعي. مثل ما تشاهدون طلاب بالشكل اللي أمامكم استخدام الأوساط اللي هي differential media أو indicator media. إذا تلاحظون إنه هذا الطبق مقسوم إلى نصفين في كل نصف تم زرع نوع من أنواع البكتيريا لأن هو يستخدم to differentiate between two type of microorganism in the same culture media بوجود الindicator الكاشف. نلاحظ نتيجة إنه هذا الطبق
الطبق بعد عملية زرع البكتيريا وتحضينها. وبإضافة الكاشف لاحظ أنه إحدى الجهات كان لونها يعني ما اللي الوردي بوجود الكاشف، بينما الجهة الثانية هي لون باقي أصفر، فمعناها الجهة تغير اللون اللي حدثت باللون الوردي ميزت لي الجهة الثانية للبكتيريا النامية بدون تغير لون الكاشف، وهكذا. إذا بهالحالة ميزت بين نوعين من البكتيريا نمت على نفس الوسط الزرعي في نفس الطبق باستخدام الكاشف. ترانسبورت ميديا أو الوسط الناقل، طبعا العينات عندما يتم جمعها في المستشفيات تحتاج إلى وسط ناقل لغرض نقلها إلى المختبر لإجراء الفحوصات عليها. صفات هذا الوسط الناقل: أولا temporary storage of specimens، الخزن للعينات، being transported to the laboratory for cultivation. الطريقة الثانية maintain the availability of all microorganisms، يحافظ على حيوية الكائنات في السبيسمن لحين ما أوصل للمختبر، without altering their concentration. contain only buffers and salts, lake of carbon, nitrogen and organic growth factors so as to prevent microbial multiplication. ما أسمح بوجود أي مصدر من مصادر العضوية اللي تسمح بنمو وتكاثر الأحياء المجهرية. transport media أيضا تستخدم في isolation of anaerobic bacteria اللي هي تكون free of molecular oxygen. المثال اللي استخدمه لهذه الأوساط اللي هو thioglycolate broth، عادة ما يستخدم for strict anaerobic bacteria. الوسط الآخر اللي هو enriched media، الأوساط الإغنائية اللي تحويل النيوترينز required to support growth of wide variety of organism، اللي تشمل لي أيضا اللي ذكرناها في بداية المحاضرة اللي هي الفاستيديوس 1 اللي هي الشريحة. there are commonly used to many different type of microbe اللي هي الموجودة في العينات. الأمثلة على هذه الأوساط هو blood agar هو enriched medium in which naturally rich whole blood supplements اللي تعتبر البيزك نيوترينت اللي موجود في البلد أجر. المثال الآخر عفوا هو تشوكليت أجر. التشوكليت أجر هو نفسه البلد أجر لكن راح يتم معاملته بواسطة الحرارة اللي هو with heat treated blood to 40 إلى 45 سيليزية which turn brown، راح يتغير اللون مالته من لون البلد اللي هو الأحمر إلى اللون جوزي، فراح ينطي الميديا هذا اللون اللي هو جاءت التسمية من خلاله اللي هو الشوكليت أجر. الأسي ميديا هذا النوع من الأوساط يكون حاوي على كيميكال سبستانس لايك فيتامين أمينو أسيد أنتي بايوتيك. مثاله هو المولر هنتين ميديا اللي يستخدم فور ديترماين ذا أنتي بايوتيك سنسيفيتي تيست. إذا تلاحظون الشكل اللي أمامكم هو عبارة عن بتريديش حاوي على الأجر ميديا سوليد مزروع بالبكتيريا ومثبتة الأقراص الأنتي بايوتيك عليه. هذه الدوائر البيض هي عبارة عن أقراص أو ديسك فور أنتي بايوتيك. طبعا يتم تحضينه في الانكوبيشن الحاضنة في درجة 37 ولمدة 24 ساعة. بعد التحضين راح نلاحظ وجود هذه الهالات الشفافة اللي هي حول كل قرص من الأقراص. هذه دليل على شنو؟ دليل على أنه هذا القرص ثبت نمو البكتيريا بهذه الهالة. طبعا أبعاد هذه الهالة تقاس بالمليمتر، لذلك هذه تستخدم هذه النوع من الأوساط في تحديد الانتيبايوتيك سنسيفيتي تيست. الوسط الاخر اللي هو الانيوميريشن ميديا اللي تستخدم تو ديترماين ذا اماونت اند ذا نمبر اوف مايكرو اورجانيزم ان ليكويد لايك ميلك ووتر. الاكزامبل اللي يشملها هذا النوع من الاوساط هو البليت كاونت اجر. ايضا النوع الاخير اللي هو المينتينيوس ميديا اللي هي اوساط الحفظ اللي استخدمها تو مينتينيوس ذا بكتيريال اكتيفيتي فور لونج بيرد اوف تايم. المثال مالتنا هو النيوترين بروث with 10% جليسترول، أضيف له جليسترول 10%، and هذا الميديوم would be kept at low temperature about ناقص 70 degree للحفظ لفترة طويلة. طلاب
بعد أن تناولنا موضوع الاستريلايزيشن وعرفنا طرق الاستريلايزيشن وأنواعها وأهميتها، انتقلنا إلى موضوع الأوساط الزرعية وفرقنا بين الأجر والبروث والسيمي سوليد ميديا. ننتقل الآن إلى موضوع مهم اللي هو الانيكوليشن ميثود، اللي هو ما تتم عملية التلقيح أو عملية الزرع إلا باستخدام الأوساط الزرعية. طبعا عندنا طرق مختلفة لعملية الزرع، الستريكينج ميثود اللي هي عملية التخطيط واللي عادة ما تتم on a solid media or الأجر by using loop. loop اللي هو الأداة اللي استخدمها في عملية زرع البكتيريا، هذه طريقة. الطريقة الثانية spreading method اللي هو عملية النشر أيضا على solid media or الأجر culture by using the loop، باستخدام loop، باستخدام spreader أو باستخدام السواب. اللي هو loop اللي زوجة loop اللي هو سلك حديدي استخدمه في عملية التخطيط وايضا في عملية السبريدنج النشر، والسبريدر الناشر اللي هو عادة يكون زجاجي، والسواب اللي هو تكون اعواد خشبية ممكن طبعا تيجي معقمة جاهزة استخدمها في عملية الزرع. الطريقة الثالثة اللي هي ستاب ميثود، طريقة الطعن، هذه شو كنت استخدمها؟ استخدمها بالسيمي سوليد ميديا اللي هو السلاند اللي قبل شوية استعرضناه في أحد الأشكال وشاهدتوا السطح المائل اللي موجود في التيست تيوب. هذه طريقة الطعن راح تكون باستخدام النيدل or by spreading the growth أو بنشر الجروث على surface of السلاند على السطح المائل by using the loop. إذن ثلاث طرق عندي للزرع: streaking تخطيط، spreading نشر، stab method اللي هي طريقة الطعن واللي استخدم بيها النيدل. طبعا عملية الانوكوليشن ممكن ان تجري من liquid to liquid، اي من broth لبروث، زين، by the use of loop or swab، هاي طريقة. الطريقة الثانية ممكن ان تكون من liquid to solid media ايضا باستخدام loop or swab، ايضا ممكن ان تكون من solid to liquid or من liquid to solid الى اخره. فاذا كل الطرق ممكن ان استخدمها، يا اما من وسط سائل الى صلب على الكالتشر ميديا، او بالعكس من كالتشر ميديا اللي هي الاجر تو البروث اللي هو عادة ما يكون في التيست تيوب. طبعا شنو الفرق بين هذه الطرق؟ طريقة التخطيط اللي راح نشوفها بالشكل التالي، طبعا في الشريحة التالية. طريقة التخطيط اللي هي استخدمها هذه الطريقة حتى احصل سنجل كولوني. بعض طرق العمل او بعض طرق التشخيص احتاج الى ان احصل سنجل بيور كولوني اللي هي تكون مستعمرة مفردة نقية. هذه المستعمرة ممكن ان اخذها في سلسلة من الاختبارات الاخرى حتى احصل نوع من انواع البكتيريا selective for the organisms اللي أنا دا أبحث عنه في طريقة العمل المعينة اللي دا أعمل عليها. طريقة spreading، طريقة اللي هو النشر، من أحتاج إلى heavy growth of bacterial cell أستخدم هذه الطريقة، وأيضا إلها تطبيقاتها المختلفة. ورا ما أخلص عملية الزرع سواء باستخدام البتري ديش اللي هو أستخدم به الأجر ميديا، أو باستخدام التيست تيوب اللي هو أزرع به البروث، أو احيانا السيمي سوليد ميديا، بعد ان كملت عملية الزرع راح اسوي لها عملية الكولتيفيشن اللي هو النوع في الحاضنة الانكيوبيتر لدرجة حرارة 37، بأن نضبط الثرموستات على هذه الدرجة لمدة 24 ساعة. بعض المايكرو أورغانيزم ما تنمو في هذه الدرجة الحرارية ولا تكتفي في 24 ساعة، أحيانا تحتاج من 42 أو أحيانا 25 درجة مئوية يلا تنمو. الفترة الزمنية من 3 إلى 5 أيام، إذن تختلف باختلاف نوع الكائنات الحية، وإن شاء الله راح نتناولها بمحاضرة النظري اللي هو الفيسيولوجي أو مايكرو أورغانيزم. طبعا بعد أن تكمل عملية التحضين في الانكيوبيتر نستخدمها للبكتيريا مباشرة حسب طريقة العمل اللي عندي، أو ممكن أن نسوي لها ستورج، خزن في الريفريجريتر في الثلاجة لمدة أسبوع. بعد الأسبوع لازم إما أتلفها
او قبل ما ينتهي الاسبوع اسوي لها اعاده تنشيط ريفرشنج مره ثانيه حتى استخدمها، حتى اضمن انه الفعاليات الحيويه لهذه البكتيريا ما انتهت وتموت البكتيريا عندي. عمليه الاتلاف بالاوتوكليف ان اوردر تو ريموف البكتيريا. فاذا الاوتوكليف استخدمه في عمليه الاستريلايزيشن بالبدايه، وايضا ممكن ان استخدمه في عمليه الاتلاف وبعد ان انهي العمل مالتي. مثل ما تلاحظون طلاب بالشكل اللي امامكم طريقة الستريكينج ميثود اون الاجر ميديا في هذا الطبق الاحمر، ابتدينا بالتخطيط من جهة اليسار واستمرينا به للنهاية بعمل هذا التخطيط اللي مسمى بالعربي اللي هو الزبزاق. اذا تلاحظون هذه النقطة اللي بيضة اللي بالاخير اللي هو السنجل بيور كولوني اللي مستعمرة المفرد اللي انا دا ابحث عنها من اجل ان استفاد منها في التجارب اللاحقة حسب طريقة العمل اللي يعمل عليها. ايضا الشكل المجاور طريقة اخرى لطرق التخطيط. طلاب بهذا نكون قد اكملنا محاضرة العملي لهذا اليوم. Thank you for your listening.